ماشي طيب تمام. أستاذة غانية، أولا طبعا يعني بحييك جدا على الحلقة والحلقة اللي فاتت، وفي حاجتين بس أنا عايزة أتكلم فيهم يا ريت محدش يقطعني تماما. أول حاجة، اللي بيحصل دلوقتي في المسلسلات هو نتيجة جهود حضرتك الجبارة في كل الحلقات اللي أنا شفتها قبل كده، باتهام النقاب بكل الأستاذ رصه وكل حلقة بيرصه، ولما جيت المرة اللي فاتت قالوا برضو كأنهم كلمتين محفوظين، ما فيش غيرهم بيتقالوا ويتعاد ويتزاد فيهم، مع تجاهل تام للدكتورة الناجحة، للموظفة الناجحة، للكاتبة الناجحة، للناس اللي بتدي فعلا بصمة في مصر وهم منتقبات. طبعا الكلام ده مش موجود. تاني حاجة، احنا دلوقتي بنتكلم عن الدراما المصرية اللي بتخش لكل بيت. الدراما المصرية مش بس ماسكة النقاب عشان احنا دلوقتي هنعملها حاجة فئوية، واصل المنتقبات دول حاجة غريبة عن المجتمع، لا. انا للأسف اتفرجت على مسلسل من ضمن المسلسلات اللي حضراتكم قلتوا عليها ان هي بتهاجم النقاب، كان تقريبا مسلسل نسر الصعيد. لقيت في الفاظ خادشة للحياء لا ينفع تتقال في بيت ولا ينفع تتقال في اي حتة. لقيت في مشهد بيتكلموا حتى عن الحجاب، كانوا بيتكلموا ان في رقابة هتكون على الملابس، فالبنت اللي هي من مصر بتتكلم بتقولها انتوا بتلبسوا كده اللي هو الحجاب عشان دي عادات وتقاليد، الحجاب بعادات وتقاليد، الموضوع مش موضوع نقاب، الموضوع موضوع تدرج. طب احنا بقى ايه، هنجيب لكم بقى النقاب، كان الاول المنتقبات فيكوا كويسين وفيكوا وحشين، بعد كده يا جماعة الحقوا ده احنا قبضنا على ناس منكم كده، بعد كده لا ده هو أداة جريمة، وبعد كده الاقي الأستاذ قاعد يقول اه هو أداة جريمة. أداة جريمة ازاي وانا قاعدة قدامك؟ انت بتتهمني انا ان انا مجرمة وانا قاعدة قدامك عشان انا لابسة نقاب حريتي والمفروض ان انا اقعد ريلاكس؟ طب اوكي، اللي بتحط ميك اب وتحط لينسز وتغير عينيها وتغير شعرها وتغير شكلها بالتوتوريال، هي ديت مش بتغير نفسها؟ حضرتك تقدر اصلا تعرفها هي مين؟ ده ممكن يكون راجل. بتهيألي انا جبت لكم فيديو بيثبت الكلام، انا ما بتكلمش بس بقول لكم اصل هو موجود على اليوتيوب ودوروا، لا انا ما بقولش كده، الكلام ده موجود. يبقى احنا بنتكلم في حاجتين، اولا الموضوع مش موضوع نقاب، الموضوع موضوع تسلسل تدريجي لاي شيء بيمت بالشريعه الاسلاميه، وبنسميها مد وهابي. لما انا اجي اقول لك محمد عبد ابن عبد الوهاب هو اللي قال لي البس النقاب، قول لي ده انت وهابيه، لكن لما اقول لك ان الامام الشافعي قال، ابو حنيفه قال، ابن حنبل قال، كل الائمه قالوا، قلنا بقى ما تقوليش وهابيه ومش وهابيه. لو فتحنا باب المناقشه الدينيه في لا 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 مش مناقشه دينيه، من زاويه مجتمعيه، مش مناقشه دينيه، انا لو اتكلمت دلوقتي من مناقشه دينيه بقى هتلاقي في وجهه نظر استاذ وائل. لا 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 يا استاذ وائل، انا دلوقتي ما بتكلمش دينيا، انا بقول لك المصطلح، لما تقول لي وهابي يبقى انت كده يعني كان الدين الاسلامي ده بقى بتاع محمد بن عبد الوهاب. حتى السعوديه نفسها تتطور الان يعني بالظبط. انا بجيب لك كلام الائمه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الايات، تتكلم بعدها لا، تقول لي دي مش حريتي لا، تيجي بقى يعني ايه تحاسب اللي انت بتمسكهم. هو بيقول النقاب عشان كل الناس حطت كاميرات، طلع لي بالرغم من وجود الكاميرات كام حالة حصلت، ده انتوا قبضتوا عليهم راجل واتقبض عليه وهو لابس النقاب، معنى كده ان النقاب لا يمنع من كشف الهوية، ايه بقى المشكلة في النقاب؟